مساء الخير والأنوار مشاهدينا ومتتبعينا الكرام، نشراكم البنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم حضرت وصفة البانكيك عفوا بحبة بيض، يعني القهوة العشية والقهوة تاع الصباح. أنا درت البانكيك القهوة العشية، وصفة بزاف سهلة يعني، وتوجد يعني بالخف، يعني ما شدناش كامل الوقت. هيا البنات نوضو ديروا هذا الوصفة تاع البانكيك، لأنه بزاف سهلة عفوا، ومتأكدة أنه راح تعجب لكم، تعجب الأولادية لكم. هنايا أنا درت حبة بيض، درت لي 5 حبات، درت لي هنايا 5 خبزات يعني تاع بانكيك. أنا هنا درتها بالشوكولا، وانتوما الشيء يرجع لكم. عندنا ما عندناش يعني مكونات بزاف في الوصفة تاعنا، يعني هي مكونات بسيطة. عندنا كاس تاع فارينة، أنا درتو يعني بومبي، يعني عمرتو شوية. أنا درت بالشوب، تقدري تضيفي كاس ولا شوب، يعني كيف كيف الشي يرجع لكم، يعني تاع الميزان نتوما وتعبروا بها تحبوا. هنايا أنا يا قلت عندي شوب، يعني فنجال تاع فنجال كبير تاع فارينة، يعني أنا درتو بومبي. وعندي كذلك كاس تاع حليب، وعندي حبة بيض، وعندي مغرف صغيرة تاع لافاني، وعندي 2 مغارف كبار تاع سكر، وسكر حبيبات ولا تقدري تعوضيه بالسكر كلاسي. وعندي الخميرة هنايا نديرو كذلك مغرف صغيرة، يعني تكون معمرة مليح تاع خمارة. وعندي كذلك رشة تاع ملح، وربع مغارف تاع زيت، مغارف كبار تاع زيت. هنايا نبداو بال يعني بمود الجفاء. اولا نضيفوا الفارينه، انا يا درت قيس حبه بيض، يعني نتوما تقدروا تضعفوا المكونات يعني حبيتي ديري كميه كبيره. نضيفت ملعقه صغيره تاع لافاني، 2 مغارف كبار تاع سكر، عندي مغرف تكون يعني معمره مليح تاع خماره الحلويات. نديرو شويه ملح، يعني لازم تتعلموا تتعودوا ديروا الملح في الحلويات ديالكم، لانه يوازن الذوق بين السكر والملح، يوازن الذوق. هنا اخلط المكونات الجافه كامله مع بعض باش يدخلوا كامل في بعضياتهم. ونجو نديرو الحبة تاع البيض تاعنا، ونضيفو كذلك 4 مغارف تاع زيت، يعني 4 مغارف كبار تاع زيت. يعني وصفه بنينه، ما تديناش الوقت، يعني اهم حاجه انها بنينه. انا هنا درت الحليب تاعنا ما نفرغوش، ما نديروش كامل، درت نص، ومن بعد نزيد نضيف النص الاول. الفنجان تاعنا لازم نعمروه مليح، يعني كاس ولا فنجان اللي تعبري بيه تعمريه مليح تاع حليب، يعني ديري كاس فرينه وكاس كاس حليب، لانه الخليط تاعنا يجي جاري. نسيت ما قلت لكمش حاجه، الفرينه لازم تكون مغربله. علاش لازم تكون مغربله؟ باش ما ديناش لي كريمو، يعني ما ديناش لي كريمو في العجين تاعنا. انا هنا ضفت 1/2 كاس، يعني قسم حليت الفرينه فيه باش ما تديناش الحبيبات تجينا رطبه. ومن بعد هزت كملت 1/2 كاس الثاني تاع الحليب. نجو نحلو هنايا الفرينه تاعنا مليح، عجينة تانية نحلها مليح باش تجينا رطبة، وما تجيناش يعني فيها لي كرمو. كي تجينا فيها لي كرمو ديك لي كرمو ما يطيبوش في المقلة، يعني كي نجيو ناكلو نلقاو هذوك الحبيبات تاع الفارينة. على ذيك لازم نحلوها مليح بالفوي، ولا تقدري يعني تقدري في بلاصة الفوي ديري ميكسور. هذا هو القوام تاعها، شوف كيفاش تجينا شوية جارية، ما تجيناش يعني جارية بزاف بزاف باش ما تجيناش رقيقه عفوا. وخلوها ترتاح لمده 5 دقائق.
هنايا نجيبو مقله، لازم ما تكونش تلصق المقله تاعكم، ما تكونش تلصق باش تنحيش ما يسقطش. هنا ندهن بالزبده، ندهن المقله تاعنا بالزبده ونجو نفرغو، يعني نشوفو علاش يعني الزبده نفرغو بها الحلقه تاعنا نضيفو بوده وحده باك نفرغو، يعني في الوسط غير في الوسط، ما نمشوش الخليط، نفرغوه في الوسط وخلو باش تجيني شويه خشينه. يعني كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه ديال الشكر دائري، ولا كاين يعني واحد الطاس راه يتباع سبيسيال تاع البانكيك، يعني تتعمري في ذاك الطاس تضغطي القفله وتفرغي يعني الحجم اللي حبيتو، يعني يجيك ساهل اكثر. هنايا نحوها بموس ولا بسباتيل ولا مهم، يعني حاجة كنحو بها وما خلوش يعني تلحق لنا طيب على نار قليلة، ماشي نار عالية، لازم تكون النار قليلة مش يعني ما يجيش نجيناش مع الجنة وما تحرقناش، طيبنا حمرا. لكن ما راكم تلاحظوا نخلوها طيب. أعزائي المشاهدين، يعني البانكيك تاعنا راه يطيب وحنا رانا نهضروا، يعني شوفوا كيفاش جاتنا حمرا وشابة. خلاص طيب الجهة الثانية. أعزائي المشاهدين، من فضلكم، فضل وليس أمر، اللي ماشي مشاركة في القناة تشارك في القناة، لأنه قناة تعليم مازال ما تفعلتش، وماذا بكم يعني إذا ممكن تدعموني ديروا اشتراك وتضغطوا كذلك على الجرس، يعني على الأقل تعوضوني، يعني أنا نتعب باش نحطكم مواصفات باش يعني من الفيديو اللي سبق قدرتكم لي موديل تاع ربوب ولا تاع صباوات هابطين، باش اي وحده تحب تشري ولا تعرف واش يعني تعرف روحها واش تشري. يعني ما حبيتش ندير لكم الطبخ فقط، قلت يعني نبدل لكم مره طبخ مره لي موديل تاع قنادير ولا كيما نقولوا حنا نقولوا ربوب ولا اي حاجه، يعني باش نبدلو باش المتتبعين ما تملوش. من فضلكم تدعموني باشتراك، يعني اللي ماشي مشاركة في القناة تشارك في القناة وتضغطوا على الجرس، وكذلك ديروا اللايك للفيديوهات، يعني اي فيديو تفرجوا ديروا له اللايك باش يطلع لي اذا ممكن، يعني مش هي تتفرجوا يعني تستفادوا نتوما وانا ما نستفادش منكم، معليش حبيبتي هذه سنة الحياة، لازم هذا يرفد ذا هذا يعاون ذا. ماذا بكم ديروا اشتراك وتضغطوا على الجرس وديروا اللايك للفيديو اذا ممكن. هنا يا انا طيبت يعني الحبة الاولى نحيتها بعد ما حمرت، زدت بنفس الطريقة طيبت الحبة الثانية تاع البانكيك، يعني بهذه الطريقة مروحين يجيكون يعني مقطنين يجو بزاف شابين. متأكدة انه تجربوا هذه الوصفة ماكمش راحين تندموا عليها، انا كيما تعرفون نحب نمد لكم يعني من قلبي، يعني ما نحبش ندس عليكم ولا نخبي عليكم حتى حاجة، يعني الوصفة كيما كانت نمدها لكم. هذا هما لي بانكيك تاعنا كيف طيبتهم انا في الاول، يعني صراحة في الاول حبيت نقدمهم بهذه الطريقة، يعني طريقة زين حبيت نقدمهم بهذه الطريقة وقلت ندير خطوط تاع شيكولا من الفوق، ولكن صراحة هذا المركة تاع الشوكولا اللي شريتها انا مركة مزينة، شوف كيفاش يعني تجي شوية خاثرة، يعني تجيك واعرة تعطلي فقط، يعني كيما طلي كيما هكا ولا فقط، مش تاع يعني مزينة ما مدرت لها الزيت ولكن ما طلقتليش مليح. هنايا قلت نبدل طريقة التزيين وندير حبة فوق حبة، يعني كيما تحبي ديري كيما كنت حطها في الاول وديري خطوط تاع شيكولا، ولا ديري بهذه الطريقه يعني حبه فوق حبه بين كل طبقه وطبقه نديرو شويه شوكولا، يعني ما نكثروش بزاف باش البانكيك تاعنا ما يقهمونش، ويعني نديرو حبه فوق حبه. يعني انا هنا يعني صراحه قتلت لي 5 حبات وحبه يعني كلاوها نكذبش على روحي، قالوا لي 4 درتهم بهذه الطريقه. هنا نديرو الشوكولا على الوجه وندهنها مليح، يعني طريقة تزين نتوما كيما تحبوا. تحبوا انا ضفت لها شيكولا،
نتوما ما كانش عندكم الشيكولا تقدروا تضيفوا لها النيسلي، يعني كاش نهار نقول لكم طريقه تحضير النيسلي. ما كانش عندكم النيسلي تقدروا تحطوهم بالعسل فقط، كذلك تقدروا تزيدوا تزينوهم بالبنان، يعني بين يعني ديري الشوكولا والبنان بين طبقه وفتحه، يعني التزيين كيما تحبي انتي حره في التزيين. قلت لكم يعني اللي ما عندها الشوكولا تحب تضيف النسل يضيف، تحبي ديري لها العسل ديري لها العسل، ديري لها تزينيها بالفخاز وكذلك البنان. يعني انا ما كان عندي فخاز ما كان عندي بنان، زينتها بالخوخ، يعني التزيين فقط كما يقولوا العين تاكل قبل الفم، يعني حاجه كتشوفيها بعينك شابه سي بيان سور راكي رايحه تشتهيها وتحبي تاكليها. هذه هي الوصفه تاع البانكيك تاعنا، يعني ان شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخير وتكونوا استفدتوا. وما تنساوش اعزائي المشاهدين، يعني قلتها ومعليش نزيد نعاودها، ديروا لي اشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس وديروا لي لايك اذا ممكن باش قناتي تتفعل، يعني اذا انا بلا بكم ما ندير والو. هذا هو الفيديو ونتمنى يكون نال اعجابكم.